خلينا نروح لأخبار المباراة الأولى. كابتن عبد الناصر محمد المدير الفني لنادي مصر قال اللعيبة خدنا نقطة غالية جدا جدا من الزمالك، لازم ندور على أول فوز لينا، وهذا حقه تماما أنه يدور على فوز. من المهم أنه يفوز، من المهم أنه يبقى عنده عدد من النقاط، من المهم أنه يهرب من دوامة الهبوط من بدري جدا. عبد الناصر في كلامه مع اللعيبة قال مباراة الجونة مباراة مهمة جدا، 3 نقاط في غاية الأهمية، تحفيز شديد جدا، شحن معنوي، نفسه ياخد 3 نقاط. نيبوشا المدير الفني لنادي الجونة قال للعيبة الفوز اللي فات كان مهم جدا بالنسبة لنا، عايزين نزود، عايزين بعد 3 نقاط عايزينهم يبقوا 6 نقاط. مصر المقاصة فريق قوي فزنا عليه، عندنا مباراة اف سي مصر متعادل مع الزمالك، وبالتالي لازم نركز بشكل كويس، لازم نديهم احترامهم، فيش استهانة أبدا بقدرات الفريق المنافس، لأنه أحرج الزمالك بشدة وحصل على نقطة وكان قريب جدا من الحصول على 3 نقاط. طيب خلينا نقول أنه معانا زميلنا العزيز إبراهيم عمر من أرض الملعب يقول لنا الأخبار هناك إيه. مساء الفل يا إبراهيم، ما هي الأخبار لديك الآن؟ تحياتي لك كابتن شوبير، وتحياتي لكل مشاهدي اون سبورت في كل مكان من استاد الكليه الحربيه واجواء ما قبل مباراه اف سي مصر والجونه. كابتن شوبير، يعني استكمالا لكلام حضرتك، يمكن دوافع الفرقتين نفس الدوافع كابتن شوبير، اف سي مصر هيحاول يكمل الصحوه، يعني النقطه اللي خدها من مباراه الزمالك الماضيه بالنسبه لكابتن عبد الناصر محمد زي ما حضرتك قلت صحوه اللعيبه، نقطه جيده جدا، هو عايز يكمل اللي عمله وبداوا في مباراه الزمالك ان هو يفوز النهارده بال3 نقاط. ايضا على الجانب الاخر نيبوشا برده المدير الفني لنادي الجونه بيطمع ان هو يفوز 3 نقاط، يعني المباراه اللي فاتت كسب، المباراه اللي فاتت النهارده بيحاول هو يكمل ويواصل الانتصارات. لو ابدا لحضرتك بتشكيل اف سي مصر اللي هيبدا بيه مباراه اليوم، ممكن هو تغيير واحد عن مباراه الزمالك في حراسه المرمى، وليد توفيق خط الظهر من اليمين للشمال، علاء عطا، احمد جوده، احمد اوكا، مصطفى كلوشه، نص الملعب محمود توبه وهشام عماره، قدامه اسلام صلاح ومحمد تريكا، ده التغيير الوحيد يا كابتن شوبير اللي موجود عن مباراه الزمالك، محمد تريكا بيشارك النهارده، وخط الهجوم عمر حبشي ومصطفى مصطفى سلطان. يمكن ابرز الغيابات اللي موجوده النهارده في فريق اف سي مصر النهارده رضا لويجي بيغيب فني واحمد محسن للاصابه. على الجانب الاخر لفريق جونه كابتن شوبير، حتى الان لم يصدر التشكيل، تشكيل نادي جونه لسه ما صدرش لغايه دلوقتي كابتن شوبير، لكن الجونه حضر لهذه المباراه في فتره التوقف الدولي، لعب مباراه وديه مع احد فرق الدرجه الثانيه في الجونه وحضر للمباراه دي. يمكن ابرز غياب النهارده في فريق الجونه احمد مجدي للاصابه، يمكن دي كانت ابرز الاجواء وكواليس كابتن شوبير قبل انطلاق المباراه، والكلمه تعود لكابتن شوبير، تفضل.